معانا الاستاذ احمد. كل سنه وانت طيب وعيد سعيد. هنبدا ما شاء الله. اصابه نخاع شوكي، الناس اللي بتقول اصابات النخاع الشوكي ما بتمشيش وما بتتحسنش، ماشي معانا ما شاء الله بالعكاز. ايوه سيب ايدك، سيب ايدك، خليه وراه بس عشان هو يحس، خليك وراه عشان يحس بالامان، وسيب ايدك. يلا يا احمد انت ماشي كويس يا حبيبي، ثقه في نفسك، ثقة في نفسك. نصور لكم لايف على فكرة، ده التدريب التاني مثلا للعكاز بيتصور لايف. حالات إصابة النخاع الشوكي بتمشي وبتتحرك اهو. يلا شيل ايدك، شيل ايدك يا وسام وخليك وراه عشان هو بس خايف. ايوه ايوه كده، شايفين يا جماعة؟ شايفين الخطوة ما شاء الله حلوة ازاي؟ برافو عليك. إصابة نخاع شوكي بعد 6 ساعات من العلاج المكثف والحقن الأيوني، ما شاء الله قدرنا نوصل للي احنا فيه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كمان كمان كمان. حلوة أوي أوي أوي. إصابة نخاع شوكي شايفين ماشي ازاي يا جماعة؟ علشان الناس اللي بتقول ان النخاع الشوكي ما بيمشوش واستحاله تتحرك، لا بيمشوا وبيتحركوا بالعكاز اهو كمان مش بمشايه. على فكره البريس اللي في رجله او الدعامه اللي في رجله صغيره خالص زي ما احنا شايفين، بس هو عنده اراده وجميل بصراحه، هو عنده اراده وعشان كده وصل لكده.